سعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، احييكم من قناه الرياضيه في تلفزيون دوله الكويت. صباح الابطال، صباح النجوميه، صباح المتميزين. اليوم في حلقتنا باذن الله راح تكون في ابطال، في اعزاء واشقاء جايين من المملكه العربيه السعوديه، بالاضافه الى طبعا بطلنا محمد راشد راح يتكلم عن كره القدم الكويتيه ومنتخب الكويت. يعني اليوم ما شاء الله مزدهر باذن الله، يتوج هذا اليوم في فوز منتخبنا الكويت. قبل اسولف اكثر ارحب في العزيز فيصل رشيد. صباحك الله صباحك الله بالخير ابو احمد، يعطيك العافيه وصباحكم الله بالخير. متابعينا وين ما تكونون، احنا معاكم من استديو الرياضه، وكالعاده اليوم خميس وهو ختام هذا الاسبوع. من الاحد لغايه يوم الخميس احداثنا وتحليلاتنا وتسليطنا الضوء على اهم النقاط. طبعا احنا نقول يمكن السوشيال ميديا وكثير يسبقوننا، ولكن ما يقدرون ينافسونا في الدقه والتحليلات الدقيقه والتنبؤات لكثير من الرياضات. والاهم من هذا كله ان عندنا ابطالنا، واليوم راح يكون ويانا احد ابطال العالميين، اخونا وولدنا ولد الكويت اللي رفع رايه الكويت ووقف على منصه التتويج، فيصل الراجحي. نعم فيصل الراجحي هذا البطل المتميز للامانه، نتمنى له التوفيق اليوم ان شاء الله راح يكون معانا. فواز طبعا هو عاشق الابطال للامانه، اول ما دخلنا السيلو قال لي انا راح اختار فيصل الراجحي شو اسمه، وان شاء الله راح يكون يعني راح يسولف عن بطولته وعن الاستحقاقات القادمه باذن الله. يعني ما شاء الله ترى في ابطال كثيره اليوم في الكويت الحمد لله، يعني هذه يعني هذه ديرته. بس اليوم شنو حاب تقول كلمه حق كل من يلعب بالفانيله الزرقاء؟ والله أقول حق منتخبنا اليوم نخلي مجلس الإدارة ونخلي الإدارة الفنية وأنتوا يا عيالنا، أنتوا المنتخب، أنتوا الشباب اللي بإيدكم، أكيد أنتوا تدربتوا ورحتوا معسكر وتفاهمتوا، اليوم نبيها منكم، ما نبي، إحنا كلنا ساندينكم، شيلوا المدرب، شيلوا الدنيا كلها وخلوها عليكم أنتوا، وبإذن الله إحنا عشمنا فيكم، وبإذن الله تفوزون، وإن شاء الله تفوزون على أفغانستان، ونشوفكم في كأس آسيا، ونشوفكم في تصفيات كأس العالم. الشدة والهمة، واليوم المسار الجديد، كل شيء جديد. وفوز، أنا أبي أشكر القناة الرياضية على اهتمامها في جميع المباريات، منتخب الكويت ومنتخب الأزرق الأمانة مشكورين على نقلهم. إن شاء الله اليوم راح تكون مباراتنا مقابل نظيرة الهندية، يعني إن شاء الله راح تكون مباراة جميلة ويستمتع فيها كل من يحب كرة القدم. نروح فقرة ترند، نروح فقرة ترند، نروح ياكم أعزائي المشاهدين حق هذه الفقرة الجميلة اللي أصبحت جزء لا يتجزأ من هذا البرنامج، فقرة ترند، وراح نستقبل ضيوفنا ونسولف معاهم عن الرياضات العالمية والكويتية والخليجية والعربية كلها. حساب الدوري الكويتي لكرة القدم عبر منصة إكس يعلن عن موعدي بداية الموسم القادم لبطولتي دوري الدرجة الممتازة والدرجة الأولى، بحيث تبدأ الممتازة في 9 أغسطس القادم، وتليها الدرجة الأولى من 18 من الشهر نفسه. خلال المؤتمر الصحفي اللي انشرح حساب المنتخب الوطني لكرة القدم، صرح مدرب الأزرق روي بينتو بأنه يأمل أن يقدمون مباراة جيدة أمام الهند، وأن المنتخبان يبحثان عن بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة من التصفيات، ونوه بأن الأزرق خاض 3 مباريات ضد منتخب الهند خلال عام واحد، بحيث تعادل مرتين وخسر مرة واحدة، وأكد على أهمية تلك المباريات وتوازنها من الناحية الفنية. حساب المنتخب القطري الشقيق لكرة القدم ينشر عبر حسابه في منصة إكس أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي، بحيث صرح مدرب العنابين ماركيز لوبيز بأن مواجهة اليوم أمام أفغانستان تحمل أهمية كبيرة حتى مع تأهلنا مسبقا، وإنها فرصة رائعة للاعبين الشباب لإثبات أنفسهم. حساب المنتخب السعودي الشقيق لكرة القدم ينشر عبر حسابه في منصة إكس أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمدرب الإيطالي مانشيني مدرب الأخطر، وحديثه حول مواجهة باكستان اليوم، بحيث أكد على أهمية المباراة واحترامه للخصم بجانب العديد من النقاط أبرزها حضور الفريق قبل المباراة بيوم واحد فقط.
حساب المنتخب الإماراتي شقيق لكرة القدم ينشر تصريح للمدرب باولو بينتو بأهمية مواجهة المنتخب النيبالي اليوم، وبأن الفوز وتصدر المجموعة هو هدف الأبيض. حساب المنتخب البحريني الشقيق لكرة القدم ينشر حديث المدرب دراغان تالاييتش في المؤتمر الصحفي قبل مباراة اليمن اليوم، وحديث حول فرصة التأهل للدور التالي، وبأن يسعى لإسعاد الجماهير بالفوز. مستمرين معكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا وبرنامجكم استديو الرياضة. الحديث عن كرة القدم لازم يكون معاك أحد الصحفيين المتميزين، والأجمل أن اليوم الخميس والفرحة فرحتين، يعني خميس ونهاية الأسبوع وعندك ضيف من المملكة العربية السعودية أكثر من أخو، عسى الله يحفظه ويكثر من أمثاله. فهد الجلعودي حي الله منيانا ونور الكويت كلها، عسى الله يحفظه. الله يحييك أبو أحمد، أرحب فيك وأرحب السادة المشاهدين، واليوم إن شاء الله يكون فرح كبير. اليوم الأزرق إن شاء الله يفرحنا، مو بس الكويتين، يفرح حتى الخليجيين والعرب إن شاء الله. وطبعا أنا صدق يعني الترحيب في دولة الكويت، يعني أحس إنه يعني أنا في بلدي، ما يحتاج هذا البلد لها مكانتها في وجداني وحبي. عسى الله يحفظك إن شاء الله، وكذلك إحنا المملكة العربية السعودية ما يحتاج نسولف، لأن إحنا إخوان وأشقاء من أول ما عرفنا الدنيا كلها. في البداية وديك حق يعني حساب يعني منصة يعني عبر منصة حساب الدوري الكويتي لكرة القدم عبر منصة إكس، يعلن عن موعده طبعا بداية الموسم القادم لبطولتي دوري الدرجة الممتازة ودوري الدرجة الأولى، حيث تبدأ إن شاء الله الممتازة في 9 أغسطس والقادم إن شاء الله، يعني قريب، يعني ما هو بعيد، وتتلي إن شاء الله الدرجة الأولى في 18، يعني بشهر 8 ما شاء الله البطولتين، البطولة والدوري. صحيح، يمكن اللاعبين بالدوري الكويتي الموسم المقبل ممكن يعني الوقت مو وقت طويل. نعم. انا اعتقد ان السنه الموسم المقبل راح يصادف بطوله الخليج، وراح يكون هناك ايقاف راح تقام في الكويت، فاعتقد يعني اسباب التقديم يمكن صدق يمكن الراحه قليله، ولكن انت الحين اليوم اللاعبين يعتبرون لاعبين محترفين، لاعبين يعني يدرون الرزنامة راح تكون عالية على جميع الأصعدة حتى في المواسم المقبلة وليس الموسم المقبل. أنا أعتقد أن الإجازة يعني صدق قصيرة، ولكن السنة الجاية بطولة كأس الخليج هي من جعلت تقديم ممكن هذا الوقت، وأعتقد إن شاء الله أنه راح يكون موسم المقبل إن شاء الله يعني يليق بالدوري الكويتي اللي شفنا تطوره اليوم. الموسم الماضي كان تنافسي من الدرجة الأولى، شفنا للآخر شيء حبس أنفاس. التقديم له ما يبرره بإذن الله إن شاء الله. نتمنى التوفيق لكل من يلعب كرة القدم الكويتية والخليجية. ودي أوديك حق المؤتمر الصحفي الذي نشر طبعا يعني في حساب المنتخب الوطني لكرة القدم، صرح مدرب الأزرق روي بأن يعمل طبعا أن يقدمون اليوم مباراة جيدة إن شاء الله أمام الهند، وأن المنتخبان يبحثان عن بطاقة التأهيل في المرحلة المقبلة وفي التصفيات. شلون شايف اليوم الأزرق ومواجهته مع الهنديين؟ طبعا في البداية بس اليوم كلنا أمنياتنا وكل قلوبنا كخليجيين ويعني عرب اليوم مع الأزرق الكويتي في مباراة مصيرية جدا، صراحة مباراة صعبة جدا، حسابات معقدة. أنا أعتقد أن المنتخب الكويتي في خسارته أمام الهند في الكويت هي من جعلت يعني وصلتنا للمرحلة أن اليوم تكون مباراة أكون أو لا أكون، ولكن مع كل الصعوبات ومع كل الأحداث الأخيرة اللي تعرض لها الأزرق، أنا أقول للاعب الكويتي دائما وقت الحقيقة ووقت المحك الحقيقي راح يكون إن شاء الله متواجد وراح يرفع اسم بلاده. لو نرجع نستذكر الأيام والسنوات الماضية، دائما اللاعب الكويتي الأمر إذا تطلب إلى رفع اسم بلده ويعني يكون في الموعد. نعم. أنا أعتقد اللاعبين اليوم إن شاء الله أنهم راح يقدمون مباراة كبيرة، راح يلعبون فوق إمكانياتهم وراح يضاعفون الجهد، ورغم أن المنتخب الهندي اليوم عامل للمباراة هذه يعني
يعني جاهز لها تماما. شفنا تقيير الملعب، شفنا اليوم مودريتش يعطيها الفيديو، اليوم شفنا خلوها مباراة اعتزال صعبة جدا على لاعبين الأزرق. ولكن اليوم أنا أعتقد أن في أمور أكبر من أمور فنية. اليوم اللاعبين عليهم، اليوم الشعب الكويتي متعطش للفرحة، متعطش جدا. واليوم إن شاء الله إن شاء الله اللاعب الكويتي راح يكون عند المحك، وإن شاء الله نبارك البعض. اليوم أنا أعتقد منتخب الكويت بس أطلب منه الصبر وعدم الاستعجال، عكس المنتخب الهندي اللي راح يدخل في بداية المباراة مستعجل ويحاول تسجيل هدف. وأنا هذه الأمور هذه أنا أكون المدرب منتخب الكويت، رغم أني يعني أنا المدرب أعتبره اليوم مهم مباراة مدربين، ولا هي المدرب يعني ممكن عندي ملاحظات عليه فنية، ولكن اليوم اللاعبين هم اليوم أصحاب الكلمة. وشفناهم إن شاء الله في الأوقات الماضية. منتخب الكويت اليوم سيحقق الإنجاز، وأنا أعتبره إنجاز، لأن اليوم صعب، المباراة جدا صعبة. لا تقول المنتخب الهندي، المنتخب الناس تتحدث المنتخب الهندي، الكل يتطور الآن. المنتخب الهندي المباراة لا حياة أو موت، ولكن إن شاء الله إن شاء الله بروح العالية للاعب الكويتي وقت الجد اليوم إن شاء الله. أنا أعتقد حتى التعادل ترى نتيجة غير سيئة، نتيجة جيدة التعادل إن شاء الله. وطبعا المنطقة يقول أن قطر إن شاء الله راح تفوز على أفغانستان والهند. هنا تبقى مباراة أفغانستان في الكويت يوم الثلاثاء بحضور الجماهير الكويتية تزحف لتشجيع الأزرق. إن شاء الله يتحقق الهدف المنشود اللي هو عودة هذا المارد الكبير، الاسم الكبير، منتخب الكويت صاحب التاريخ، البطولات كأس آسيا واللي راح تكون بالرياض. كان منتخب الكويت إن شاء الله كأس آسيا بالرياض يلعب بين أرضه وجمهوره، وإن شاء الله يعود الأزرق إن شاء الله بهمة الرجال. اليوم إن شاء الله الفرحة إن شاء الله لنا كلنا، مو بس لكم يا أهل الكويت. يا ربي والله أنتوا رجال، الله يحفظكم يسعدكم. إحنا كلنا نتمنى أن ما رشكل عليكم ولا من أي شخص أي ضغط عليكم. كل اللي نحتاجه أنكم تلعبوا مباراة تليق في اسم دولة الكويت وباسم شعار الكويتي، الاتحاد الكويتي لكرة القدم، يعني والفينيلة الزرقاء، يعني أنتوا أبطال وإن شاء الله أنكم قدها، وإن شاء الله راح تقدمون هذا. وشكرا لكل الجماهير الكويتيه اللي اليوم راح تساند هذا الـ هذا الـ هذا الفريق، وان شاء الله راح يعني راح يستمتعون في هذه المباراه. وعلى قولة الاستاذ فهد، يعني سواء انه تعادل ولا فوز الكويت، هذا يعني في كل الحالتين ان احنا ان شاء الله راح نكون مستانسين ومستمتعين. بوديك حق حساب المنتخب القطري الشقيق طبعا لكرة القدم، ينشر عبر حساب منصة إكس أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي، حيث صرح مدرب العنابي ماركيز طبعا بأن مواجهة اليوم أمام أفغانستان تحمل أهمية كبيرة حتى مع تأهلنا مسبقا، وأنها فرصة رائعة للاعبين الشباب لإثبات أنفسهم. شوف أبو أحمد، أنا صراحة منذ إعلان تشكيلة المنتخب القطري قبل أسبوع أن مجموعة من الشباب بعضهم يمكن المباراة الأولى، يمكن الغالبية منهم اللي هي تعتبر المباراة الأولى الدولية. أنا أعتقد أنها فكرة جميلة، ودائما أنا أحب أشيد بالعمل اللي يقوم فيه الاتحاد القطري ومنظومة المنتخب القطري، واللي كسب يعني فيها هذه المنظومة يعني اللي تعمل وفق خطط ومنهجية جميلة. اليوم شفنا المنتخب القطري متزعم لآسيا لبطولتين متتاليتين. عجبني فكرة المشاركة، رغم أنهم يعني المنتخب القطري متأهل، وترى على فكرة المنتخب القطري يحتاج هذا الفوز في مبارتين، يعني حتى المباراة اليوم في أفغانستان اللي راح تقام في السعودية، كذلك المنتخب الإماراتي اليوم راح يلعب في السعودية، المنتخب الكويتي يلعب في السعودية. هذا بس احنا يمكن نبعد شوي بس على عجالة. اليوم السعودية صارت يعني هي عاصمة المشاركات في المملكة العربية السعودية، وهذه تعكس ثقة الاتحاد الآسيوي والفيفا بالملاعب السعودية. لكن نرجع للمنتخب القطري، عجبتني الفكرة جدا، اعتبرها فكرة جيدة. مشاركة اللاعبين ممكن في هذه المباراة يبرز لنا لاعبين ثلاثة يخدمون المنتخب القطري في البطولات القادمة، فكرة جيدة. وانا اعتقد ان اللاعبين يعني ممكن بعضهم يقول لك ممكن المنتخب مجموعة من الشباب، لا بالعكس راح يقدمون كل ما يملكونها الشباب حتى يثبتون للمدرب أنهم في الاستحقاقات القادمة. وهذا الأمر نحتاجه إن شاء الله. منتخب قطر يفوز بمبارتين أول شيء حتى يواصل سلسلة الانتصارات. منتخب قطر انتصارات متتالية كبيرة منذ بطولة آسيا اليوم، يعني والأجمل والأفضل أنه بعد يخدم فوزه على الهند وأفغانستان يخدم منتخب الكويت كثيرا. أنا أعتقد أن المنتخب القطري اليوم بهذه الفكرة، أنا أشيد بهذه الفكرة الجميلة،
اللي راح يسيجنون ثمارها ان شاء الله في المستقبل القريب. دائما نثني على الفرق الخليجية السعودية والقطرية الأمانة والإماراتية، كلهم فرق يعني متميزة، وفريق عمان أيضا والبحرين نوجه لهم تحية من خلال برنامج السيد رياضة. بوديك حق حساب المنتخب المملكة العربية السعودية الشقيقة طبعا لكرة القدم، ينشر عبر حسابه منصة إكس أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي للمدرب الإيطالي منشيني، طبعا مدرب الأخضر، وحديثه حول مواجهة باكستان اليوم. إن شاء الله نتمنى لكم التوفيق، وإن شاء الله تكون مباراة جدا متميزة، وعلى أهميتها طبعا المباراة واحترام الخصم بجانب يعني بجانب العديد من النقاط، وأبرزها حضور الفريق قبل المباراة بيوم واحد فقط. طبعا اليوم المدرب الكبير منشيني، وأنا أحد المؤيدين لوجود هذا المدرب في السنوات القادمة مع المنتخب السعودي، أكد احترام اليوم للمنتخب الباكستاني، رغم أن المنتخب الباكستاني نعرف أنه خلاص خرج رسميا من هذه البطولة والمباراة له يعني لا تعني له شيئا، ولكن المنتخب السعودي اليوم مطالب بمواصلة الانتصارات. حنا موضوع أبو أحمد التصنيف مهم جدا، صح. اليوم لا سمح الله يعني حتى المباراة القادمة مع الأردن وصيف آسيا في البطولة الأخيرة طبعا. المنتخب السعودي يحتاج الفوز وكسب 6 نقاط في هذه المباراتين. موضوع التصنيف أبو أحمد مهم جدا للمنتخب السعودي، لا سمح الله يعني لم يعني يحصل على 6 نقاط في المباراة القادمة لمباراة الأردن وباكستان راح يتأثر تصنيفه. نعرف أن المنتخب العراقي يلاحق المنتخب السعودي في التصنيف، إذا خسر المنتخب السعودي وتعثر المنتخب العراقي فاز يصعد علينا في التصنيف، فمباراة مهمة جدا. صحيح أمام منتخب باكستان متواضع فنيا يعني خرج رسميا، ولكن المنتخب السعودي مطالب وخصوصا المدرب منشيني مطالب بإيجاد توليفة ويعمل عليها في السنوات القادمة. الكل يعلم أن منشيني ومنتخب السعودية في البطولة القادمة لا بديل على إلا الحصول على البطولة والصعود إلى كأس العالم. حنا الحمد لله 6 مرات البطولة القادمة 7 المونديال، ونعلم أن شفت الصعود للمونديال يمكن أصبح أسهل، تحتاج إلى 7 منتخبات من آسيا ومع ملحق، فالفرصة مناسبة. فاليوم هذه المباريات أرجو من منشيني يعمل لهم يعني عمل لإيجاد توليفة يعمل عليها في المستقبل، أمامه مستحقات كبيرة. اليوم محتاجين الفوز وبأهداف كثيرة، وأنا أعتقد أن إن شاء الله النتيجة يعني شبه مضمون المنتخب السعودي بإذن الله، وإن شاء الله إن شاء الله المنشيني ورجاله يقدمون لنا العرض والمستوى يعني والنتيجة بإذن الله. الأمانة منشيني هو درب المنتخب في مباراة كأس العالم مع الأرجنتين، صح؟ لا هو هذاك مو رينارد، هو المنشيني. أيوة رينارد، صح. منشيني دخل في كأس آسيا الأخيرة، وأعتقد المنتخب السعودي في كأس آسيا ترى الأخيرة اللي في قطر قدم مستوى كبير، شفناه باللحظات الأخيرة أمام كوريا ركلات الجزاء ركلات الحظ وخرج من البطولة. وأنا منشيني أنا أعتبر ظلت الكرة السعودية إعطائه إن شاء الله فرصة وعدم توجيه الانتقادات له. تو الرجال يمكن ما كمل يعني، ولكن أعتقد أنه منشيني يعمل وفق استراتيجية، وهو يعني ذكر بأنه يطمح لأنه يقدم منتخب صعب وقوي جدا، وفي بطولة آسيا هدف كبير لنا إن شاء الله. المنتخب السعودي في البطولة على أرضه وجمهوره هو أحد أكبر الأسماء المرشحة، بعد ما شاهدنا المنتخب الأردني يقدم في بطولة آسيا. إحنا الكل يتحدث عن الأردن وكوريا، لا لا، في ترى بطولة آسيا المنتخبات الخليجية دائما تقدم المستوى، هي عقدة للمنتخبات شرق آسيا. اليوم منتخب السعودية مطالب إن شاء الله وإنه يحقق نتيجة ومستوى. نعتقد إن شاء الله المنتخب السعودي مع منشيني منتخب إن شاء الله راح يكون منتخب قوي جدا. المنتخب السعودي عسى الله يحفظكم إن شاء الله أبطال من غير منشيني ومن غير غيره، الأمانة كلهم أبطال ونرفع لهم قبعة الأمانة. أبو أحمد هو المدرب المنتخب السعودي هو من أصل المدربين. يا سلام عليك، صحيح. هذا 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 ما عرفناه السنوات الأخيرة الأمانة، ومن أيام أصلا حتى من أيام ماجد عبد الله والأيام والأبطال والنجوم، الله يحفظكم إن شاء الله. بوديك حق حساب المنتخب الإماراتي الشقيق لكرة القدم، ينشر تصريح المدرب طبعا بابلو بأهمية مواجهة طبعا المنتخب النيبالي اليوم، بعد ما شاء الله اليوم مباراة كثيرة، وبأن إن شاء الله راح يفوزوا ويعني ويتصدر المجموعة. طبعا يعني أعتقد هذا أحد أهداف الأبيض يعني والمنتخب الإماراتي، شلون شايف هذه المباراة؟ شلون راح تكون المواجهة؟ صحيح، طبعا المباراة اليوم تقام بعد في المنطقة الشرقية في السعودية،
كأرض المنتخب النيبال، المنتخب الإماراتي بعد يعني النتيجة الكبيرة والإنجاز اللي حققه نادي العين يعيش حالة معنوية مرتفعة طبعاً. إن شاء الله تأثر على المنتخب الإماراتي في السنوات القادمة، مو بس المباراة هذه، في السنوات القادمة المنتخب الإماراتي اللي حقق العين في بطولة آسيا، يعني ليش لا المنتخب الإماراتي بعد يقدم ويصل إلى الإنجاز، وهو حقق إنجاز، وصل المونديال، كان وصيف آسيا في 96. منتخب الإمارات بعد نتيجة العين أعتقد أنها أعطت دفعة معنوية لتحقيق أو عودة الكرة الإماراتي لسابق عهدها، مباراة تأكيد صدارة، وأنا أعتقد أنها يعني سجل المنتخب متذيل مجموعة نيبال، ولكن المنتخب الإماراتي إن شاء الله نحرص ونركز دائما على النتيجة والمستوى. اليوم في هذه المباريات تحتاج حتى المستوى حتى تعطي الطمأنينة والطمأنينة والأمان لجماهيرك في المواجهات القادمة. الأمانة على قولت إخوان الإماراتيين العين داخل العين، وهم فريق متميز الأمانة، وفريق يعني دائما يختار منه المدرب منتخب أكثر اللاعبين يعني، واتمنى التوفيق للمنتخب الإماراتي طبعا على يعني مباراة اليوم أمام نيبال، واتمنى لكل المنتخبات العربية والكويتية والخليجية اليوم في مبارياتها. أيضا راح نتكلم عن المنتخب البحريني وأي عبر منصة يعني تويتر أو على قولتهم إكس اليوم ينشر الحديث، يعني ينشر المدرب دارغان طبعا في المؤتمر الصحفي قبل مباراته مع اليمن، أيضا مباراة تعتبر خليجية يعني بحرينية ويمنية، فشلون راح تشوف هذه المباراة وشنو اللي يميز مباراة اليوم وشنو اللي يميز منتخب البحرين على المنتخب اليمني؟ ابو احمد شوف يعني يمكن كل المباريات اذا كنا تمنينا المنتخب الخليجي او العربي الفوز، اليوم ما نقدر نقول قدام اليمن نتمنى تقديم مستوى جميل. المباراه الاولى شفناها ايضا في السعوديه اقيمت مع اليمن، البحرين واليمن في الاراضي السعوديه، اليوم فاز فيها المنتخب البحريني بنتيجه 2-0، مطالب المنتخب البحريني اليوم بالفوز لان المباراه القادمه مع مين؟ مع منتخب الاماراتي متصدر المجموعه في ارض الامارات، فراح تكون صعبه. اليوم منتخب البحرين لازم يفوز، المنتخب اليمني رغم الامكانيات يعني اللي ما تساعده رغم الظروف، لكن المنتخب اليمني ترى منتخب متطور ويبحث عن تكوين لاعبين يلعبون بروح. شفنا المنتخب اليمني بالفئات السنيه كان حقق بطوله على المستوى الاسيوي. مباراة يعني أتمنى التوفيق للجميع ونقول مبروك للفائز وهاردك للخسران. واليوم المنتخبات الخليجية كلها يعني شبه متأهلة للتصفيات المزدوجة في آسيا رسميا ودخول التصفيات الحاسمة للمونديال. اليوم حنا أمام فرصة حقيقية أبو أحمد، المنتخبات الخليجية لازم يكون على الأقل منتخبين خليجيين لأول مرة بالمونديال. فرصة سانحة، يعني الاعداد الكبيره للمنتخبات اللي راح تتاهل في المونديال القادم، فرصه لنا نشوف منتخبين خليجيين. اليوم الازرق بس باقي هو يمكن المنتخبات الخليجيه شبه يعني شبه حاسم الأمر، موضوعها ان شاء الله محسوم. المنتخب اليوم الكويتي يكمل هذه السلسله باذن الله، ونشوفه كاس اسيا عوده المنتخب الكويتي والمنتخبات الخليجيه. المنتخبات الخليجيه يعني لديها المواهب، لديها إمكانيات المادية، ليش لا ما نشوف منتخبين أو ثلاثة حتى في المونديال وحصول على بطولة آسيا مثل ما كان المنتخب القطري. يا رب نتمنى التوفيق لكل من يلعب كرة قدم الخليجية، كلنا أخوان وأشقاء وأحبة، صدقوني يا جماعة كل ما نشوف أي منتخب خليجي فايز كأنك كويتي فايز، واليوم الجماهير الخليجية دائما تساند بعض، فهذا الحلو في الأخوة وفي المحبة وفي التواصل والحب والاحترام ما بين جميع دول الخليج. نتمنى لكل من يلعب كرة قدم خليجية اليوم بالفوز إن شاء الله، وإن شاء الله نلتقي معاك خلال هذا البرنامج ونسولف أكثر وأكثر عن الفوز والأبطال وكل الفرق الخليجية اللي تفوز إن شاء الله بإذن الله. إحنا شفنا كل إنجاز خليجي يشوف أهل الخليج وبمواقع التواصل الاجتماعي يهنون بعض كأن الفوز لهم أكيد. اليوم كل أبونا وحتى المنتخبات العربية إن شاء الله نفرح اليوم بفرحة خليجية عربية إن شاء الله، ونشوف إن شاء الله المنتخبات الخليجية دائما في تقدم وازدهار، ونرجع نقول عيال الأزرق اليوم مباراة لها عدة أوجه من ضمنها رد الاعتبار للكرة الكويتية أمام المنتخب الهندي اللي يعني حقق نتيجة في الكويت. اليوم رجال الأزرق ممكن يسمعونا الحين وجههم رسالة عبر هذا البرنامج أنهم اليوم أول شيء الفوز فيها يعتبر وصول إن شاء الله، وكذلك رد اعتبار وعودة لأكثر من لاعب. يعني اليوم ممكن لا سمح الله ما كانت النتيجة جيدة
يمكن فرق يمكن يبتعدون عن المشهد الرياضي. نعم. اليوم مباراة كبيرة، لكن اللي مطمني ان اللاعب الكويتي وقت الجد صدقني يعمل فوق امكانياته، ودائما اسم الكويت عنده عالي. واليوم ان شاء الله انا متاكد ان لاعبين الكويت اليوم راح يجلبون الفرحه للجماهير الكويتيه المتعطشه، ولا انا اليوم كل ابونا ان شاء الله نتمنى ان شاء الله نفرح، لان الازرق له تاريخه وله ارثه. نعم. والبطولات اللي ما فيها الازرق ترى فيها كان ناقص طبخه ناقصتها ملح. صحيح. فاليوم ان شاء الله فرحه للجميع باذن الله. اتمنى ايضا الاشقاء المملكه العربيه السعوديه وابطالها اليوم يقدمون مباراه جدا جميله ونستمتع فيها، مثل باذن الله ما راح نستمتع مع في مباراه منتخب الكويت. شكرا على وجودك معنا، دائما تثرين في المعلومات الجميله، ودائما تسعدنا وتنورنا وتشرفنا يا اخوي في الكويت وفي الاستديو وفي وزاره الاعلام كلها. الله يعطيك العافيه وشاكر لك، والله يطول عماركم، وان شاء الله نلتقي في كل ايامنا كلها سعاده وفرح يا رب. اللهم امين. شكرا لك. بنروح وياكم أعزائي المشاهدين حق هذا التقرير، نتكلم عن بطل الكويت فيصل الراجحي، وراح نرجع إن شاء الله مع العزيز فيصل رشيد ويسولف معه عن بطولته وعن أهمية هذه البطولات وعن استحقاقات القادمة إن شاء الله في كأس العالم. لازلنا نستمر وياكم في برنامج استديو الرياضة، ولكن اليوم هذه الفقرة متميزة. اليوم كما قال أخوي عبد الله أن فيصل يعشق الأبطال وكلنا نعشق الأبطال. اليوم معي بطل السمي اسمه فيصل. قبل لا أقول لكم شنو سوى، يعني في كثير من الأشياء خلوني أعبر عنها. لما يكون معي واحد مني وفيني في الكويت في الاستديو وهو كسر الأرقام القياسية وتعدى عليهم في بطولات العالم وكسر الأرقام في 800 متر وفي 5000 متر ويحصل على الجائزة الأولى والذهبية ويتوج ويرفع علم الكويت ويوصل إلى أولمبياد باريس، أنا أقول له أنت نرفع لك العقال وتاج على الرأس أخونا وبطننا فيصل الراجحي. يا هلا ويا مرحبا فيكم، نمسي عليك ونمسي على أخواننا المشاهدين. أنا سعيد أني أكون وياك يا حبيبي، وسعيد أني ألتقي في بطل مثلك يا حبيبي، ولا شك أن هذا كله ما جاء من فراغ، ولكن أكيد. اليوم أنا وياك راح يعني لو بنسولف راح نحتاج وقت طويل وأيام وساعات حتى سلام. نقدر نوصل إلى الاجتهاد اللي حضرتك أنت قدمته حتى توصل إلى هذه الأرقام وهذا المنصة هذه الذهبية. نقول لك مبروك يا فيصل على الميدالية وباسم المشاهدين الميدالية الذهبية في سباق 5000 متر في بطولة العالم التي أقيمت في اليابان، والذهب ما يجيبه إلا لاعب كويتي
وهو بطل ويستاهل هالميدالية. بالبداية خلونا يقول لنا عن أجواء هذه البطولة واستعدادك لها. شوف، بداية استعدادي للبطولة من عقب بطولة العالم في شهر 7 السنة اللي طافت، بطولة العالم في فرنسا، حصلت على الميدالية الفضية في سباق 800 متر. قلنا خلنا نطمع، ليش بدال الفضية نجيب، خلنا نجيب ذهب، نحاول نجيب ذهب. بلش استعدادي على بالمعسكرات، معسكرات خارجية على فترات طويلة، إلى يوم وصلنا هالبطولة هذه اللي كنت أنطرها يعني لفترة طويلة. وأكيد ما جت من فراغ، وخلوه يعني ودي أسئلة إن البطولة طبعاً قبلها بيوم لا شك إنه كان عنده شعور، وشلون كانت نفسيته بالمسابقة وقبل البطولة بساعات، أكيد غير عن السنة اللي تفضل فيها وقالها. شوف، قبل السباق بيوم أنطر بس يمشي الوقت، أبي يجي يوم وقت السباق. تبي خلاص؟ خلاص يعني أبي أبلش. قبل السباق دائما تحضيراتنا لازم يكون التسخين يكون بشكل كبير، تكون جاهز بشكل كبير يعني. بلشنا السباق وكانت منافسات من جميع الدول، من تايلاند، من الصين، من اليابان، من الإمارات. طبعا قصة السباق قصة، قصة هذه ايه نبي نسمع القصة هذه. ومن المنافسين اللي كان يعني خصوصا يا جماعة يعني الذهبية يعني وكسر بطولة العالم وكسر الرقم القياسي، يعني ابيك تقول لي ومنو كانوا المنافسين الشرسين نسميهم اللي انت يعني حسبت حسابهم وقدرت تغلب. شوف اقول لك، كان اللاعب التايلندي هو اللي يعني اللي هو كان المنافس الفيصل راجح الاكبر. نعم. كونه هو لاعب تخصص مسافات القصيرة. نعم. فعنده الفينش النهائي، يعني يقدر يضربني في أي لحظة في الفينش النهائي من السباق. كان كل تركيزي عليه. طبعا قبل السباق أنا والمدرب ومساعد المدرب شنو نسوي، شنو الخطة اللاعب هذا، شنو نسوي له، شنو التكتيك اللي نسويه في السباق. استعدينا استعداد كبير له، ودشينا بلشنا السباق. خليني أكلمك قانونياً. نعم. قانونياً السباق يتعدى 200 متر ما ينعاد. يعني إذا طاف 200 متر من السباق ما ينعاد إلا وشنو يصير وراك. نعم. أنا لغاية آخر 100 متر أنا الأول. تبارك الله. صار حادث وراي بين اللاعب التايلندي واللاعب الصيني. طبعاً غلطان اللاعب الصيني. نعم. دخل على حارة اللاعب التايلندي وطاحوا. قانونياً 200 متر ما تعيد السباق. نعم. خلصت، دخلت مركز الأول، احتفلت أنا المدربين، أنا المدرب مساعد المدرب والوفد والأمور طيبة. جيت ثاني يوم رايح للتتويج الصبح، طبعا يعني أقول لك بصراحة ما نمت من الفرحة، ما نمت ما نمت. كاس الرقم قياسي، كاس الرقم والجهد كله راح نتكلم عنه يعني. اي فرحنا للتتويج، رايحين للتتويج، دخلت أنا أتأكد في الموقع أنه متى وقت التتويج، دش ولا تتويج ملغي. افا ليش ما ليش ما ندري. وصلنا هناك ولا مسوين اجتماع مع الفرق اللي مشاركه، وحنا ما وصلنا خبر، يمكن وصلنا خبر متاخر. رحنا حضرنا ليش ما ليش، قال اللاعب التايلندي محتج لانه اقل من 200 متر. لا محتج انه صار له حادث. ايه؟ حادث في نهايه السباق، هو قانونيا بعد 200 متر ما ينعاد. نعم. فاحتج، ليش احتجاج ما يصير، تحتج انه بالقانون خلاص تعدى 200 متر ما ينعاد السباق. احتاج، قال لا انا انحرمت مو من ميداليه فضيه او ميداليه ذهبيه، انحرمت من تاهيل اولمبيات. احنا نشوف الحادث وياك على الشاشه. اي نعم. هذا اي نعم، هذا شوف هذا الحادث. اي فيقول انا ما انحرمت من الميداليه الفضيه او الذهبيه، انا ممكن يعني جاي من ورا من الخلف جاي، ممكن اضرب اللاعب الكويتي او يعني ادش وراه. بالقانون هني في البطولة الأول والثاني على أولمبياد باريس على طول. نعم. فاللاعب كان ضامن تأهيله، يا أول يا ثاني. فقدم احتجاج، قالوا لازم خلاص، لازم من الروح الرياضية عاد لجنة التحكيم بالروح الرياضية، واللاعب صار كذي ما عزم يعيد السباق. قلت أنا رجال ما راح يعيد السباق، أنا مالي دخل في السباق. ولك حق طبعا. إيه حقي، مالي دخل في السباق. تعيد السباق على الفضية والبرونزية الذهبية للكويت باسم فيصل راجحي. قالوا لا
خلاص ما تبي تلعب خلي اللاعب التايلندي. بالبدايه قالوا عفوا بالبدايه قالوا راح اللاعب التايلندي لاعب بروحه يلعب بروحه. شلون؟ شلون صارت هذه؟ قاعد تضربنا احنا تضرب اللاعبين ما قاعد تضرب نفسك تضرب اللاعبين الباقي طبعا يلعب بروحه واذا سوى رقم احسن منك يا فيصل ياخذ منك الذهبيه. شلون صارت هذه؟ ما تصير ما تصير طبعا ما تصير ظلم هذا صار ظلم. الفرق الثانيه قالت خلاص ما يشارك لان ما عندهم يعني ارقام يعني مكاسرينها او ما ايه ممكن يقول لك اللاعبين الفرق الثانيه ممكن تشارك وممكن تسوي شيء ممكن تاخذ في 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 بعض اللاعبين يعوض فرصه اي يعوض ممكن يقول لك اخذ لي ميداليه. انا صريت اني ما اشارك حاولنا نبين لهم الغلط قالوا لا ما في. عاد وقتها انا كنت في 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 غرفه التحكيم غرفه الاحتجاج قاعد نبين لهم وانا كان وقتها في اليوم هذا كان عندي سباق ثاني سباق ال 400 فخليت عندهم المدرب مسي عليه بالخير ابو جراح كابتن نزار رمضان يعطيهم العافيه ورئيس الوفد فهد مطير ابو محمد خليتهم عندهم. انا طلعت على اساس اني برد لان عندي سباق ابركز بالسباق الثاني حاولوا ما قدروا قال خلاص راح نعيد السباق وكيفكم تلعبون ولا انتم لاعبين كيفكم. عاد هني الكلمه الشهيره حق نزار رمضان قال شوف لو تبي تعيد السباق مره ومرتين وثلاث فيصل راجح راح يكون بطل عالم وصاحب ميداليه ذهبيه في سباق 5000 كفو عليه وانزل السباق وشارك مع اللاعب التايلندي واقنعه اخذت الميداليه الذهبيه. يا سلام عليك يعني هذا يعني هذه قصه متابعينا المفروض حتى شبابنا وبناتنا لا تيأس. احيانا الظروف تكون ضدك احيانا يصير في بعض الامور بعض التحيز احنا ما نقدر نظلم اللجنه او يمكن قد يكون عندهم يعني عندهم ما يبرر لهم ولكن خلك مصر طالما عندك الثقة في نفسك. احنا دائما نقول حتى لمذيعينا خل الثقة عندك علشان تقدر تتكلم وتقدر ان انت توصل. والله برافو عليك. استعداداتكم ايش كثر تاخذ تمرينات والوقت يعني شوف انا تحضيري لبطولة العالم هذه يعني تعبت بشكل كبير يعني تعب ويدري فيه مدربي كابتن محمد فرحات بالخير وجه له تحية ومساعدة نزار رمضان. يعني وصلت مرحلة أني أتمرن حتى في الصيف. أنا على فكرة جايك من تمرين ما شاء الله تبارك الله. كم ساعة باليوم تتدرب؟ على فترتين صبح وعصر بهالجو الحار. بهالجو الحار شوف الفترة الجاية إن شاء الله الاستعداد حق الأولمبيات تعرف أن عندنا الأجواء حارة الفترة هذه حارة راح نستعد نطلع معسكرات على فترة طويلة في أجواء مناسبة حق الأجواء اللي راح نروح لها الدولة اللي احنا فيها راح نشارك فيها في البطولة فندور مكان مناسب أو أجواء مناسبة نفس أجواء البطولة اللي راح نشارك فيها. استعداد قاعد تمرن على فترتين صبح وعصر وساعات على ثلاث حصص صبح وعصر وليل يعني تعبت بشكل كبير الى ان وصلت ما ياخذ من وقتك ومن حياتك الاجتماعيه. انا نص يومي والله نص يومي في التدريب والله حتى اهلي ما اشوفهم والله ساعات وصل مرحله ان اهلي ما اشوفهم ارد من ارد من التمرين احط راسي انام. اللي يعوض هذا كله شنو اخوي فيصل لما توصل على منصه التتويج؟ شوف انا يوم اخذت الميداليه الذهبيه نسيت والله نسيت التعب كله. شعور جميل توصل يعني تتعب والحمد لله تلقى التعب هذا قدامك. نعم شعور ما اقدر اوصف لك اياه والله التعب طيب. هذا كله نسيته. انت مو بس اخذت الذهبيه انت كسرت حتى قريب بال 800 متر وايضا كسرت في ال 5000 متر رقم قياسي يعني هذا له لذه وهذا له لذه. انت الحين سولفت لنا عن لذه التتويج والوقوف على المنصه والتضحيات وشعورك اللي وقفت فيه طيب كسر الرقم راح يتم هذا باسمك مسجل لغاية ما يأتي من بعدك ويكسر هذا الرقم. شوف كسرة سباق 800 متر طبعا أنا قبل أكسر سباق 800 أنا صاحب الرقم الآسيوي في سباق 5000 والألف وخمسمية ما شاء الله. قلت ليش ما أكسر الرقم على فكرة 800 يعني تعتبر مو تخصصي تخصصي 5000 والألف وخمسمية قلت ليش أطمع أني أكسر الرقم بعد السباق 800 استعداد كبير يعني كسرة الرقم الحمد لله أنا سويت أرقام آسيوية ممكن لمدة 10 سنين ما تنكسر ما شاء الله. الشيء هذا إن شاء الله على طول ما حد يكسر ما يكسر إلا أنت إن شاء الله إن شاء الله توعدنا إن شاء الله الحين. إن شاء الله يعني أنت الحين تبارك الله يعني انتقلت إلى
باريس، وأكيد لا شك في أولمبياد باريس هالسنة يعني بانتظار بطل العالم وكاسر الأرقام، لا شك أنه راح محسوب لك ألف حساب، وحاطين العين عليك والأضواء عليك، والمنافسين لهم استعدادات كثيرة، وقد يأتي بعض الظروف نفس ما صارت من احتجاج التايلندي. شنو يعني هذا كله حمل على كتافك؟ أكيد هذه، شوف الأولمبيات، تأهيلي للأولمبيات أنا متأهل في من السنة اللي طافت في بطولة العالم في شهر 7، يعني داش بطولة العالم هذه أنا مرتاح، تأهيلي مرتاح. شعور أكيد، يعني أنا شيء هذا ناطرة صار لي يمكن 10 سنين. والأولمبيات حلم كل لاعب، حلم كل لاعب ولاعبة كرياضي في أي رياضة. طبعا بإذن الله التأهيل هذا وأن المشاركة اللي راح تصير في الأولمبياد بإذن الله ما راح تكون بس كاسم، راح تكون بإذن الله منافسة كبيرة. توعدنا بكسر الرقم إن شاء الله. بإذن الله أني أوعدكم راح نكون أبيك تذكرني بكسرة الرقم تقول حق السنة إن شاء الله قناة الرياضية بإذن الله. إن شاء الله أنا أوعدكم أن نكون دائما على منصات التتويج بإذن الله. بإذن الله يا رب. وإحنا نقول لطاقم التدريب يعني والإدارة عندكم كل الشكر لكم، أكيد ما أتى هذا من فراغ إلا من تعب، ما أتى هذا من فراغ إلا بمحبة والعمل كفريق واحد. يعني أنا ما أعرف أساميكم كلكم أسماءكم، ولكن أقول تحية لهم يعني كمجلس إدارة وأيضا كمدربين معك والفنيين، ويعني الطاقم اللي معك كله أنا أقدم لهم تحية. وأنت يعني رجل قدرت كل هذا التعب، ويعني رفعت علم الكويت وقفت على منصات التتويج، هذا بحد ذاته يعني يكفينا إحنا أن نشوف واحد من أبنائنا. صدقني إحنا كلنا في الاستديو، يعني قبل تينا في الاستديو ومن أول ما سمعنا الخبر وإحنا سعداء، ونكرر هذا مع زملائنا يعني في افتتاح أي برنامج نقول فيصل الراجحي. ومو بس فيصل الراجحي، كثير من فيصل الراجحي في الكويت من شبابنا ومن بناتنا اللي احنا نعول عليهم ان شاء الله. يعطيك العافيه حبيبي. الله يعافيك. انت الله يعطيك العافيه. شنو تحب تقول في ختام البرنامج الحلقه اللقاء وياك، وشنو توجه كلمه للشباب؟ والله شوف انا تسمحوا لي بس اني اهدي انهدي الانجاز هذا الى حضره صاحب السمو ولي العهد الامين ورئيس مجلس الوزراء والشعب الكويتي، وحق مجلس إدارة النادي وعلى رأسهم أبو محمد شافي الهاجري وأخونا محسن العجمي أبو ناشر، وأهدي حق الداعم لي الفترة الأخيرة في معسكراتي في بطولاتي شركة السائر تيوتا. يعني حاب نوجه لهم تحية ونشكرهم شكر خاص على الدعم، ونوعدهم بإذن الله أن في البطولات القادمة إن شاء الله رأسهم بإذن الله إن شاء الله. ونقول يعني الكويت كلها مبروك لابنكم فيصل الراجحي وهذا التتويج، وشكرا لك لوقتك، وإحنا أخذناك من التدريب. والله يعينك وحط بالك من ضربة الشمس بإذن الله إن شاء يعني الله. ترى الشمس ما هي هينة، إحنا جونا ترى ما في غشمرة، يعني إحنا نبيك تروح باريس بإذن الله، يعني خلنا إحنا يمكن نشيلك ونوديك هناك بهالأجواء الزينة يعني. بإذن الله. نستكمل وياكم برنامج استديو الرياضة وزميلي عبد الله أبو قماز، ولكن قبلها نروح لفقرة لوكيشن. تحت رعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة، متواجدين إحنا اليوم لحضور تكريم الطلبة الموهوبين في النشاطات المدرسية الصباحية. خلكم ويانا لتفاصيل أكثر عن هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا اليوم متواجدين في حفل تكريم الاتحاد الرياضي المدرسي برئاسة طبعا الأستاذ العزيز أستاذ فيصل مقصيد، متواجدين لتكريم الجنود المجهولين واللاعبين واللاعبات اللي كانوا وراء نجاح هذا الموسم من النشاط المدرسي. واحنا دائما فخورين بالعمل اللي قاعد يقومون فيه جميع المعلمين والمعلمات وابنائنا الطلبة والطالبات
لأن هم أساس تطوير الرياضة في المستقبل، هم أساس الأندية والمنتخبات القادمة إن شاء الله، فنتمنى لهم التوفيق وحبينا نشاركهم اليوم حفل التكريم هذا. طبعا نشكر الإخوان في الاتحاد المدرسي وأيضا الإخوان في قطاع الرياضة، الجميع في الهيئة العامة للرياضة. موسم كان ناجح، واليوم بإذن الله الختام أيضا، يعني احنا في بدايته وقبل يبدي، لكن من نشوفه من الحضور ما شاء الله والتنظيم واضح انه راح يكون ختام مثل ما كان الموسم باذن الله. بمناسبه ختام الموسم الرياضي 23-24 اثرنا كمجلس اداره الاتحاد ان ننظم هذه الاحتفاليه لتكريم اللاعبين المتميزين اللي عندنا، سواء خلال انشطه فتره الصباحيه وأكاديميات الموهوبين اللي احنا شغالين عليها خلال الفترة المسائية، لأن العدد كبير يفوق 4000 طالب وطالبة. احنا نقينا المتميزين خلال هذا الموسم، وكذلك من هم اللي انضموا إلى الأندية المحلية. والله أنا أول شيء لفتة طيبة من الاتحاد الكويتي وزارة التربية على هذه الدعوة الكريمة، وأتمنى إن شاء الله أكون فعلا كنت سعيد أنا في هذه الدعوة، واللي شفته من إنجازات خلال 3 سنوات أتمنى إن شاء الله رقي أفضل، تطوير أفضل. اللي شفناه أمانة يعني من اختيار المدربين، من اختيار المدرسين، من اختيار إشراف المدربين، من اختيار أعضاء الاتحاد الكويتي بالاشتراك مع وزارة التربية، اختيار موفق، وأتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. واللي شفناه أيضا إن فعلا هناك تطور وارتقاء في ازدياد عدد الاولاد سواء كان بين البنات، وايضا تطور الدورات الكثيره اللي عملوها خلال حق المعلمين. هذا كان حفل تكريم الانشطه الصباحيه ومراكز الموهوبين لسنه 2023 و2024، والحين خلونا ننتقل معاكم الى الاستديو. نشكر الزميلة عهد الخميس على هذا التقرير الجميل، نشكر فريق عمل استديو الرياضة اللي دائما يتواجدون في جميع المحافل يعني الدولية والكويتية، والله يعطيهم الصحة والعافية، شكرا من القلب لكل من يعمل في الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي على اهتمامهم في الطلبة وفي هذه الأنشطة الصباحية المتميزة، والشكر موصول لكل من يعمل في هذا الاتحاد، الكابتن الكبير والمتميز الدكتور علي الضاحي وأيضا الدكتور محمد عبد الحميد، الأمانة أبطال ومتميزين، والكابتن المتميز علي عايش، الأمانة أبطال ومتميزين، آسف وليد عايش، الأمانة أبطال ومتميزين، دائما يثروننا ويقدمون حق عيالنا أجمل وأهم الرياضات سواء في الفترة الصباحية أو الفترة المسائية. بنروح وياكم حق هذا التقرير يتكلم عن كرة القدم الكويتية، وراح نرجع مع ضيفنا اللي إن شاء الله بينورنا ويشرفنا. وسط طموح وآمال الجماهير الرياضية الكويتية بتحقيق انطلاقة قوية، يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم مضيفه المنتخب الهندي مساء اليوم الخميس عند الساعة 4:30 على استاد سالت ليك، وذلك ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس العالم 2027. وتأتي المباراة ضمن منافسات المجموعة الأولى من التصفيات التي تضم إلى جانب الكويت، الهند، وأفغانستان وقطر. ويأمل مدرب منتخبنا الوطني روي بنتو تقديم عرض إيجابي في هذا اللقاء وتحقيق النقطة 6 في المجموعة، حيث من المتوقع أن يعتمد المدرب البرتغالي على محمد دحام ويوسف ناصر وعيد الرشيدي في خط الهجوم، والذي يعول عليهم في المباريات الحاسمة. في المقابل يطمح مدرب الهند إلى استغلال طموح لاعبيه مستغلاً عامل الأرض والجمهور للظفر بنتيجة المباراة. وكان الأزرق قد اختتم معسكره التدريبي الذي أقامه الاتحاد الكويتي لكرة القدم في العاصمة التايلندية بانكوك لمدة أسبوع، وذلك استعداداً للمواجهتين الحاسمة ضد الهند وأفغانستان. مساء
مستمرين معكم أعزائي المشاهدين في برنامجنا وبرنامجكم استديو رياضة والحديث عن كرة القدم وعن الأزرق الكويتي. لازم نكون معك واحد من أبطالها يوم من الأيام قدم للكرة الكويتية أفضل وأروع المباريات. طبعاً المحل في القناة الرياضية الكابتن المتميز محمد راشد الفضلي، حيا الله من يوم ونور مكاننا يا أخوي. يا حبيبي يا أبو أحمد مشكور على الكلام الحلو، مساك الله بالخير، مسي على السادة المشاهدين على برنامج استديو رياضة. أسأل الله يحفظك إن شاء الله. يعني ببدأ وياك في مواجهة طبعا مرتقبة وصعبة بين منتخب الكويت الوطني ومنتخب الهندي خارج أرض في خامس مبارياتها في تصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027. شلون شايف هذا اللقاء وشلون راح يكون إن شاء الله؟ هو شيء نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق لإخواننا واللاعبين منتخب الأزرق اليوم في تقديم نتيجة إيجابية وتحقيق فرحة للشارع الرياضي. المباراة مثل ما أنت عارف المنتخب الهندي تفوق علينا في أرضنا بين جماهيرنا في الجولة الماضية، وممكن إحنا أكثر الناس انتقدنا المنتخب في فترة السابقة لأنه ما كان قاعد يقدم مستوى يليق في سمعة الأزرق ولا تاريخ الأزرق. المباراة هذه يعني تحتاج إلى الكثير للأمانة، تحتاج إلى القتالية، إلى الروح، إلى الإصرار، خاصة إن تكلمنا يمكن تحت الهواء أنا وياك أبو أحمد إن في لاعبين يعني يعتبر خلاص آخر بطولة، يعني مثلا يعني يتوج جهدهم في وعطاهم بالمنتخب إنه يتأهلون لتصفيات كأس آسيا، وبذكرهم بالأسماء يعني لاعبين الكبار. كابتن يوسف ناصر، كابتن الفريق، كابتن سليمان عبد الغفور، كابتن خالد محمد إبراهيم، كابتن أحمد الظفيري، كابتن سلطان العنزي، فهد الهاجر، هذول يعتبرون من اللاعبين الكبار اللي يعني طافوا السن 30. فأنت تتكلم عن البطولة هذه بعد 3 سنوات هي النهايات آسيا والمونديال بعد 2، فراح يكون معدل أعمارهم على 35 36 37، فهذه البطولة تعني لهم الكثير، تعني لنا إحنا كجماهير شيء الكثير إن نصحح الأوضاع، خاصة الفريق أو الكرة الكويتية بشكل عام بفترة الأخيرة صراحة شبعتنا خسائر يعني ما فرحتنا للأمانة في الفترة السابقة. نتمنى ان وهذه فرصة لهم اللاعبين ان عندك مباراتين مصيرتين تفوز فيهم تتأهل الى الدور القادم لمونديال وايضا نهايات آسيا دايركت. فأتمنى من كل قلبي ان نشوف المنتخب اليوم يقدم صورة مميزة، يقدم طموح الشارع الرياضي، نبي نفرح اليوم ان شاء الله بتألقهم. طيب محمد، يعني اليوم المنتخب الأزرق يحتاج فوز ولا يحتاج تكنيك وفكر ونقلة حلوة في المباراة وكذا؟ لا أبو أحمد، أنا يمكن قلت لك تحت الهواء مباراة اليوم ما تحتاج إلى أمور فنية أو تكتيك أو جمل تكتيكية، تحتاج أنك تأخذ 3 نقاط بأي شكل من الأشكال. مباراة مهمة، حياة أو موت للمنتخبنا. أنت متخيل أن المنتخب آخر 9 سنوات ما يشارك في نهايات كأس آسيا؟ لا الماضية ولا اللي قبلها مو مشارك المنتخب، يعني هذه عدد سنوات كبيرة إن الفريق مو قاعد يوصل للمنافسات القوية اللي دائما اللاعبين يطمحون إن يمثلون هذه المسابقات. فالمباراة اليوم ما تحتاج أمور تكتيكية كثيرة، لكن تحتاج روح، تحتاج رغبة، تحتاج تركيز من أول دقائق، تحتاج الفريق بشكل جماعي. ناهيك عن الأمور الفردية، اليوم يعني نحتاج الفريق للعب الجماعي، كتلة واحدة مع بعض من الهجوم من الدفاع إلى الوسط، فالفريق يتحرك مع بعض. أيضا اللاعبين الكبار لهم دور كبير اليوم، خاصة يوسف ناصر، سليمان عبد الغفور، خالد إبراهيم، هذول الكباتن يعتبرون كباتن الفريق. نتمنى أن يكونون يعني يحمسون اللاعبين داخل الملعب، يوجهون اللاعبين. انت عارف الجمهور الهندي راح يكون متواجد بكثره، راح يمكن حتى اللاعب ما يسمع زميله اللي داخل الملعب، فان شاء الله يكون في تواصل بين اللاعبين، والرغبه اهم شيء، الرغبه تكون موجوده ويسعدون الجماهير بالنهايه. طبعًا. يعني هذا فوز لنا كلنا، للاعبين، للجماهير، للدوله ككل. بالضبط، لكل من يلبس فينا الزرق للامانه. يعني نتمنى التوفيق لكل لاعبينا وحبايبنا، ونتمنى ان شاء الله مثل ما تفضل كابتن محمد ان شاء الله تلعبون في روح قتاليه تليق في اسم الكويت، وان شاء الله وعلى قولتك في اكثر اللاعبين، يعني في 4 5 لاعبين راح يكون تقريبا ان هذه اخر مبارياتهم، يعني آخر هذه بطولات، يعني راح اخر بطوله يشارك فيها يعني كتصفيات وهذا. نعم، فنتمنى ان على قولتهم تعطون كل ما عندكم
لكم علشان اليوم متفائلين متفائلين خير اليوم يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله وتفرحون كل من يعيش في دولة الكويت. ودنا نتكلم عن الفريق الهندي يعني منتخب الهند وما قدمه في مستوى اداء متميز في المجموعه اللي فاتت. شوف هو المنتخب يعني اول مواجهه كانت مع منتخبنا الكويتي وتقلب وحصل على 3 نقاط. نعم. بعد ذلك خسر من المنتخب القطري وخسر ايضا من المنتخب الافغاني وهي كانت يعني مفاجاه بالنسبه للمنتخب القطري. تعادل مع عفوا مع المنتخب الافغاني في السعوديه وخسر على ارضه من المنتخب الافغاني. نعم. فهذه كانت مفاجاه يعني للكره الهنديه. انت شايف المنتخب الهندي متطور. نعم. عنده اسلوب مميز مع مدرب الكرواتي وايضا عنده لاعبين مميزين وشفنا اخي يعني بالنهائيات اسيا الاخيره اللي في قطر قدم مستوى متواضع. نعم لان مجموعته كانت صعبه لكن لعب في كاس اسيا وهذا شيء يعطيه خبره زياده يعطي دافع اكثر انه يشارك في كاس اسيا القادم. لكن نتمنى اليوم انه الله يعني نتمنى اليوم يكونون في مو في مستواهم. نعم. لانه عشان منتخبنا ان شاء الله يحقق النتيجه يا رب. نتمنى. طيب ودي اتكلم عن يعني في وجهه نظرك يعني دور المدربين اليوم خاصه المدرب الكرواتي مدرب الهند اليوم وصلت له رساله من اعظم المدربين في في في, في الكره الارضيه من اعظم اللاعبين قصدي في الكره الارضيه. الامانه فيديو مميز ويمكن حتى يأثر على لاعبين واتمنى انه ما يأثر عليكم انتم يعني يا لاعبين المنتخب. لا ان شاء الله ان شاء الله انه ما يأثر على منتخبنا. هو الفيديو اكيد يعني هو دعم من اللاعب لوكا مودريتش لاعب منتخب كرواتيا وريال مدريد ومتوج اخيرا في بطولة تشامبيونز ليج. يدعم في المدرب لانه كونه من ديرته ونفس بلده ووجه رسالة للجمهور الهندي بالحضور ودعم الفريق وان شاء الله انها تكون سلبيه عليهم باذن الله وتكون ايجابيه بالنسبه لنا. لاعبيننا ان شاء الله ما راح يتاثرون في هذا التصريح. لاعبيننا مركزين يعني هو انا متاكد ان اللاعبين حاسين بالمسؤوليه اكثر منا احنا. نعم. فنتمنى لهم اهم شيء التركيز داخل الملعب وتعرف يعني الفريق ذهب الى معسكر لتايلند قام معسكر تدريبي هو المقصد منه جمعه الفريق مع بعض. نعم. بعد انتهاء موسم الكروي وان شاء الله باذن الله ان نشوف ان الفريق يقدم الصوره اللي احنا نتمناها يا رب ان شاء الله. اسال الله يوفقكم ان شاء الله وتقدمون كره تليق في اسم الكويت. ودنا نتكلم عن منتخب الكويت ايضا ويعني وشنو يحتاج اليوم علشان يقدر يواكب الفريق الهندي ويقدم مباراه جميله ان شاء الله. طبعا شوف المنتخب الكويتي اليوم مثل ما قلت لك انا يحتاج الى الصبر. نعم. الى هدوء الى الى الروح القتاليه. يعني يمكن المنتخب الهندي راح ممكن يكون يعمل ضغط في اول 10 دقائق او ربع ساعه مع يعني صراخ الجماهير وهذا فانت تحتاج الى التركيز في هذه الاوقات بالذات. نعم. كذلك تحتاج ان تكون يعني خطوطك متغاربه خاصه من الهجوم للدفاع والوسط يكون الفريق يتحرك ككتله واحده مع بعض. نعم. ونحتاج الى استغلال الفرص. صح. يعني اليوم يمكن ما نحصل فرص كثيره لكن نحصل الى فرصه فرصتين نستغلها باذن الله ونسجل منها ونحافظ على نظافه شباكنا باذن الله يا رب. اهم عندنا عناصر بعد ابو احمد مهمه. نعم. يعني اليوم عندنا محمد دحام هو افضل لاعب في الدوري صراحه. نعم. من وجهه نظري هو. نعم. من افضل اللاعبين في الدوري. عندنا عيد الرشيدي. نعم. عندنا مبارك فنيني. نعم. عندنا اسلحه الحمد لله موجوده الاسلحه الحمد لله. عندنا يوسف ناصر عندنا لاعبين مميزين بس ان شاء الله نتمنى ان يكونون في يومهم ويقدمون افضل ما عندهم ان شاء الله. اي والله نتمنى التوفيق لكل من يلعب الامانه كره القدم الكويتيه والله يوفق الازرق ان شاء الله. واليوم نسعد ونفرح في مباراتهم اليوم امام الهند وان شاء الله تكون النتيجه اما التعادل اما الفوز لمنتخب الكويت ان شاء الله. لا ان شاء الله فوز ان شاء الله باذن الله متفائلين ان اليوم ان شاء الله المنتخب راح يحقق نتيجه ايجابيه والامور بيدنا ابو احمد. احلى شيء ان الامور هي بيدنا. نعم. نفوز على المنتخب الهندي وبعد ذلك نفوز على المنتخب الافغاني ونتاهل ان شاء الله لنهائيات اسيا 27 ولا التصفيات المؤهله للمونديال 2026 باذن الله. دعوات اهل الكويت ان شاء الله اليوم كلهم يعني متاكد انا الكل حتى قاعد طالع مواقع التواصل الاجتماعي الكل اليوم بالتوفيق للازرق بالتوفيق للازرق ونتمنى من كل قلبنا انه يحقق نتيجه ايجابيه ويرجع بال3 نقاط ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله اتمنى التوفيق لكل من يلعب كره القدم الكويتيه واليوم الازرق ان شاء الله راح يسعدنا وراح تكون ليله كويتيه نسعد فيها ونفتخر في كل لاعبينا الكويتيين. شكرا من القلب على وجودك ويانا يا حبيبي ابو احمد. مشكور. عسى الله يحفظك ان شاء الله. احنا وصلنا لختام مشاهدينا الكرام اذا الله كتب نلتقي معاكم يوم الاحد نفس هذا الوقت. مع السلامه.